مين فينا بعد الولادة وبعد الحمل وبعد الإرهاق اللي شفناه في حياتنا من الحمل والولادة، وفي بنانيت كمان كتير غير الحمل والولادة بيعانوا من تساقط الشعر، من الشعر الضعيف، من الشعر الخفيف، من الشعر المقصف، الشعر اللي مش بيلمع، الشعر الناشف، الشعر المرهق. كلنا عارفين، وكلنا في بنات كتير كمان أرهقت شعرها بالبروتين والكرياتين والمكوى والحاجات دي كلها بتدمر الشعر حرفيا وبتأستك لك الشعر. الوصفة دي اللي هترجع لك شعرك يعني تحفة، هتخلي الشعر ناعم، هتخلي الشعر لامع، هتخلي الشعر صحي، هتخلي الشعر لو فيه فراغات يعني الوصفة دي هتمليها وتخلي الشعر ينبت مرة تانية، وهتفرق معاكي جدا جدا. تعالوا نشوف عملنا الوصفة بتاعتنا ازاي وازاي هتستخدميها. بس قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا، بتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي انا ايمان وقناتي ايمي التميمي، واتمنى تشرفوني وتنوروني. دمتم في امان الله، وتعالوا نشوف الوصفة بتاعتنا وازاي هنعملها وازاي هنستخدمها. الوصفة بتاعتنا يا بنات النهاردة سهلة وبسيطة جدا جدا. قبل ما ابتدي الفيديو بتاعنا، بقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وينعاد عليكم بالخير يا رب وبالصحة والسلامة، ودايما متجمعين كده مع اسرتكم. ولو في حد تعبان في الاسرة ربنا يشفيه، لو في حد متغرب يجي بالسلامة، وربنا دايما يجعلكم متجمعين في الخير وعلى خير يا رب. يلا نبتدي الفيديو بتاعنا. بس قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا، بالله عليكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، اعملوا لايك، ادعمونا بكلمة حلوة. تعالوا نشوف الوصفة بتاعتنا قد ايه بسيطة وسهلة. اول حاجة معانا بنات برطمان، وطبعا عايزين برطمان ازاز زي ما انتم شايفين كده، يكون مغسول ومتنشف كويس ومتعقم. اول حاجة معانا بنات هنحط معلقة من بذور الكتان. بذور الكتان للشعر حاجة تحفة، طبعا كلكم عارفينه اهو بذور الكتان اهي. حط معلقة كده من بذور الكتان، تمام. معانا كده معلقة من بذور الكتان، طبعا كلكم اكيد عارفينها وعارفين قد ايه فوائدها للشعر، تمام. هحط الحاجة التانية اللي معانا هي الحلبة، الحلبة الحصى، واكيد برضو كلكم عارفين قد ايه الحلبة رائعة للشعر، تحفة يا بنات تحفة. هنحط ما تخافوش من الريحة، ما فيش اي ريحة، وهنحط معاه طبعا حاجات تانية والريحة مش هتصغر خالص خالص، تمام يا بنات. صدقوني شعركم هتلاقوه يعني فارق جدا معاكم الوصفة دي، هتبان طبعا في هتطول شعرك، هتخلي شعرك كثيف، هتملي الفراغات، هتخلي شعرك مفرود، تحفة يا بنات. وهنحط كده المعلقة من الحلبة، تمام كده يا بنات. وهنحط طبعا الحاجة الجبارة طبعا اللي ما بنستغناش عنها، هي اكليل الجبل. اكليل الجبل او الروزماري تحفة للشعر، رائع رائع رائع. نحط معلقة، وهحط كمان معلقة يعني نص معلقة، حطيت معلقة كده معلقة ونص، تمام كده بنات. يبقى معانا بذور الكتان، معانا حلبة، معانا اكليل الجبل، تمام. الحاجة الأخيرة اللي هحطها، مش الأخيرة، ما قبل الأخيرة اللي هحطها، هي قرنفل. وتقدري تحطي قرنفل عيدان عادي، أنا هحط هما دول حوالي عودين ثلاثة كده مطحونين، تمام كده. بس انا مش هحط اكتر من كده. القرنفل يا بنات من الحاجات الحلوة جدا للشعر، بيحفز الدورة الدموية وبيخلي الشعر ينبت كده ويبقى حلو جدا جدا ان شاء الله. جربوا الوصفة دي وهتعجبكم على ضمانتي. استعدوا كده للعيد، يعني اعملوا وصفات من دي، مش بتاخد ما بتاخدش وقت يا بنات، يعني حقيقي الحاجات دي مش بتاخد وقت بس بتفرق معانا جدا جدا، تمام كده بنات. هنملي البرطمان، طبعا انت تقدري تضاعف الكميه لو حابه، مفيش اي مشكله، انا عامله كميه صغيره بس تقدري تضاعف الكميه. وهنملي البرطمان عليها كده ميه مغليه، تمام كده. تمام كده كويس جدا جدا. الوصفة بتاعتنا بسيطة وسهلة، يعني ما فيش اسهل من كده. هنبتدي نقلب المكونات بتاعتنا كده مع بعضها كويس،
الوصفة دي هتسيب طبعا هتغطيها كده، هتغطيها وهتسيبيها على الرخامة عندك ليلة كاملة، مش هتستخدميها قبل ليلة كاملة، هتسيبيها عندك على الرخامة لمدة ليلة كاملة. شايفين اصلا اللون بدأ يعمل ازاي؟ شايفين تحفة، رائع رائع. طبعا القوام بتاع الوصفة بتاعنا ده تمام، هتسيبيها ليلة كاملة، هتسيبيها 24 ساعة كده منقوعة زي ما انتوا شايفين كده. اصلا يعني ريحتها من دلوقتي طالعة تحفة، جميلة جدا جدا والله، حلو خالص. تحسي كده انك داخلة عند عطار، طبعا كلنا عارفين ريحة العطارين، حلوة قوي قوي. هتسيبيها ليلة كاملة كده 24 ساعة على الرخام عندك، وبعدين هتصفي المكونات بتاعتنا دي. هي طبعا القوام بتاعها مش يعني خفيف تمام، متقلقوش، تقدري تحطيها في بخاخ وتستخدميها على شعرك، وهتسيبيها على شعرك لمدة 3 ساعات او 4 مش اقل من كده، علشان تقدري تستفيدي من المكونات بتاعتنا كلها. هتحطيها على شعرك وقت كفاية، وبعدين هتغسلي شعرك وهتستخدمي اي كريم او اي حاجة بتستخدميها عادي جدا. الوصفة دي رائعة لتطويل الشعر، لإنبات الشعر، للناس اللي شعرها في فراغات كتير، الناس اللي شعرها ناشف، الناس اللي شعرها مجعد، تقدري تستخدميها. اللي بنوتك كمان ما تقلقيش، تقدروا تستخدموها لو في رجالة في البيت عايزين شعرهم خفيف او شعرهم بيتساقط والكلام ده، تقدروا تستخدموا الوصفة دي كمان، حلوة قوي قوي صدقوني، هتفرق معاكم جدا جدا. اتمنى لو وصلتوا معايا لحد هنا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي انا ايمان وقناتي ايمي التميمي، واتمنى تشرفوني وتنوروني. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.